أنا بشوف أجمل جميلات الأرض وأعظم ملكات الأرض. ذلك الانضباط الشديد والتوازن في الأداء ما بين الحفاظ على الهالة الملكية والهيبة الملكية وغرس الإحساس بالبساطة والقرب من الناس. جلالة الملكة رانيا طوال السنوات الماضية كانت في قمة البراعة لإيصال هذه الرسالة، هيبة تتناسب مع تاج الملك وبساطة وقرب يتناسب مع محبة الناس، مش بس في المناسبات العامة وفي الصور، إنما المتابع للأنشطة في الأردن هيدرك تماماً المعنى اللي أنا قصدي عليه. وفي نفس الوقت تلك الهيبة والرونق الذي تظهر به في المحافل الدولية لما كان بتقول كلمة في واحدة من القمم أو من المنتديات الكبرى كان دائماً ينصت لها بعناية واحترام. ما فيه يقول أقل من أنها بتلفتني بهيبتها جلالها بوقارة العربي، أنها بتذهلني بأناقتها وجمالها. أنا بشوف أجمل جميلات الأرض وأعظم ملكات الأرض. مين المتفوق عليها من ملكات البجيلة اليوم بالعالم أو الملكات عامة؟ في مثلها؟ يمكن في، أنا ما راح أقول إني متعصبة عربية يعني وهالقد بحبها، بس أهم منها أكيد لا. Are small. منذ اليوم الأول التي ظهرت به جلالة الملكة رانيا العبد الله على وسائل الإعلام الغربية تشعر وأنه كان همها الأكبر هو تغيير هذه الصورة النمطية الموجودة عن المرأة في العالم العربي والإسلامي أولا، وعن الإسلام وفريق التعامل مع المرأة، حتى عن الإسلام كفكر، لأنها تدرك تماماً خطورة هذا الموقف. دعنا نتذكر فقط في اللقاءات الأخيرة التي أجرتها الملكة رانيا عندما تقول بأنه معاداة إسلامية تساوي الإسلاموفوبيا. كانت تدرك تماماً لفكرة الإسلاموفوبيا التي بدأت وتطورت بشكل تدريجي على مستوى العالم، وكانت مؤمنة بأنه لا يمكن أن يتحمل كل المسلمين مسؤولية ما قام به مجموعة قليلة من المتطرفين المسلمين داخل الدول الغربية. هل تعتقد بأن هذه مهمة سهلة؟ هذه من أصعب المهام لتغيير صورة نمطية. كانت الملكة مبدعة في وضع فلسفة لبعض المعاني والشعائر الإسلامية، لا أستطيع لا أنا ولا غيري أن يوصل هذه المعاني للغرب. الغرب ينتبه لهذه الكلمات. فحقيقة وجاءت كلمات الملكة هذه في ظل أجواء سيطرت على العالم من الإسلاموفوبيا وتخويف الناس من الإسلام، فحقيقة يشهد للملكة أنها دافعت عن الإسلام برؤية يعني تصل للمجتمعات الغربية وللشباب الغرب بطريقة لم يسبقها أحد حقيقة إلى هذا الموضوع.